السلام عليكم أبنائي الطلبة، الإخوة أولياء التلاميذ. حنا اليوم رانا نتأسفوا على الوضعية الكارثية للحق لها الثانوية تاع العقيد لطفي، ورانا نتساءلوا وين راهم المسؤولين سواء المحليين أو المسؤولين على وزارة التربية. ولادنا من الدخول المدرسي مازال ما قراو، مازال ما شافوا لا اساتذه لا والو، كل يوم يتمسخروا. حنا ثلاث شهور تاع الصيف العطله، واحد ما شاف ثانويه هذه باللي فيها انزلاقات وباللي فيها مشاكل. حنا اليوم نطرحوا علامه استفهام الناس هادو اللي وافقوا على بناء ثانويه هنا، واللي مضاو على التراب اللي مليح وعلى بالهم باللي كاينه انزلاقات التربه. هاد الناس هادوما نتساءلوا شكون يحاسبهم اليوم. حنا نتوجهوا بالتساؤل تاعنا لاعلى السلطات في الدوله الجزائريه. الدوله راهي توفر امكانيات ولكن انه بكثر من الخدمه. حنا اليوم ولادنا هادو راهم ضايعين، ما همش يقراو. الناس اللي راح تجوز الباك، كيفاش انا وليدي يجوز الباك ما يقراش ثلاث شهور في العام؟ ما يقراش ثلاث شهور. حنا يا كورونا عامين ما خدموها، ما حوسوا عليها، ما والو.